السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم كريم سمارة. النهاردة أول حلقة من حلقات كورس جوجل أناليتكس. إن شاء الله الكورس هينزل حلقة كل أسبوع، وهحاول أخلي حلقتين في الأسبوع، بس إن شاء الله هحافظ على إن كل أسبوع يبقى فيه حلقة. الكورس هيبدأ من الأول خالص، هيشرح كل التعريفات اللي أنت محتاج تعرفها، وهيشرح كل الحاجات اللي أنت محتاج تشتغل عليها في جوجل أناليتكس. طيب خلونا نبدأ الكورس. أول حاجة تعالوا نعرف يعني إيه أناليتكس. Analytics على حسب تعريف جوجل هي information resulting from the systematic analysis of data or statistics. يعني الاناليتكس هي عبارة عن الريزلت، مش الريبورت نفسه، مش الداتا نفسها، هي الريزلت اللي بتطلع من الاناليسيس او الداتا او الستاتستكس. عشان نفهم الموضوع خلونا نشوف الموضوع بشكل تاني. احنا عندنا data، دي عبارة عن fact. الانفورميشن هي تصوير للداتا ديت عشان تحولها بعد كده هوت لفكرة النوليدج، وبناء عليها تاخد اكشن. فالاناليتيك هي الحاجة اللي بتساعدك ان انت تاخد من الانفورميشن والداتا اكشن معين بناء على الحاجات اللي انت بتقراها وبتستفاد منها. طيب عشان كده الاناليتيك هي مش داتا ومش ريبورتينج، لان انت الريبورتينج بيبقى حاجة مختلفة عن الاناليتيك، ومش statistics، وفي نفس الوقت مش لازم تبقى حاجة الناس بتخاف منها. بالعكس، ده أي حد بيشتغل في مجال الماركتينج بشكل عام لازم يعتمد كتير على فكرة الداتا ديت أو الريزلت اللي بتطلع من الداتا ديت عشان يقدر ياخد قرارات صح. فهي المفروض ما تبقاش حاجة الناس خايفة منها أو بتجهلها وما تعرفش هي إيه. طيب الأناليتكس لو قلناها باختصار هي فكرة تحويل الداتا والانفورميشن الى نوليدج، بناء عليها تقدر تاخد اكشن معين. فالموضوع كله عبارة عن تيرنينج داتا او تحويل الداتا والانفورميشن الى فكرة النوليدج. طيب فكرة الويب اناليتيك كانت زمان معتمدة على حاجة اسمها لوك فايل، بس احنا حصل تغيير كده هوت وبقى في حاجة اسمها جافا سكريبت. هنشرح الحاجات دي قدام، بس خلينا نقول ان زمان اللوك فايل كان بيعتمد على السيرفر، كان بيسجل الهيتس بس، النقرات اللي بتحصل بس. لكن بالجافا سكريبت الموضوع بقى معتمد على البراوزر بتاع الشخص، فبيقدر يتراك الفيزيتور نفسه. فانت تحولت من فكرة ان انت كنت بتقيس هيتس عن طريق السيرفر الى ان انت بتقيس الكاستمر نفسه او اليوزر نفسه عن طريق البراوزر بتاعه. ده زي ما قلنا ان الحاجة الرئيسية من استخدام الجافا سكريبت هي فكرة تراكن فيزيتور نوت جاست هيتس، ان انت بتراك الفيزيتور نفسهم من خلال البراوزر بتاعهم، مش مجرد بتاخد نقرات. طيب ازاي الويب اناليتكس بيشتغل؟ خلونا نشرح الموضوع بشكل مبسط جدا، وهنتكلم فيه تفاصيله قدام في الحلقات الجاية ان شاء الله. ده الموضوع باختصار، عبارة عن collection للداتا، وبعدين configuration و processing و reporting. ال collection للداتا دوت ده بيبقى الجافا سكريبت tracking code، ده الجافا سكريبت الكود اللي بيشتغل عشان يتراك الداتا ديت. وبعدين ال configuration بتبقى جوجل اناليتكس ادمن. لما هنخش على جوجل اناليتكس هوريكم ازاي الادمن بانل بتاعتها انت بتقدر تعمل configuration لكل الحاجات اللي انت عايز تعملها. وبعد كده فكرة ال processing، ودي بتتم على جوجل سيرفرز، بتتم على سيرفرات بتاع جوجل. جوجل بتقدر تحلل كل الداتا بتاعت كل الويب سايتس. وفي الاخر الريبورتنج، وده جوجل اناليتكس انترفيس، ده الانترفيس بتاع جوجل اناليتكس اللي احنا كلنا بنشتغل عليه وبنشوفه. طيب تعالوا نتكلم عن بعض الويب اناليتكس تيرمينولوجي. احنا قلنا الاناليتكس هي الانفورميشن ريزلت فروم ستاتستكس اناليسيس اوف داتا اور ستاتستكس، فهي الريزلت من سيستماتيك اناليسيس اوف داتا اور ستاتستكس. ده فكره الاناليتكس. الجافا سكريبت هي بروجرامينج لانجويج بتستخدم عامه في الويب ديفلوبمنت، وهي اللي بتسهل موضوع، او هي اللي خلت موضوع الاناليتكس ده ممكن ان انت تقدر تعمله او تقدر تستخدمه. فالجافا سكريبت هو بيبقى عبارة عن لغة برمجة
كلمة تراكنج كود التعريف بتاعها هو الكود جافا سكريبت كود ده اللي بيبعت الداتا لجوجل، وده بيبقى الشكل بتاعه. الجزء اللي انا مضلل عليه هنا هوت ده بيبقى الرقم بتاعك، كل واحد كل مستخدم بيبقى ليه رقم خاص بيه. فالتراكنج كود ده بيبقى عبارة عن الكود جافا سكريبت كود اللي بيبعت الداتا لجوجل. فلما حد يقول قدامك التراكنج كود ده معناه الشكل اللي هو بيقصده، ده بيتركب في الويب سايت عندك بحيث ان هو يقرا كل الداتا من كل اليوزر اللي بيدخلوا على الويب سايت بتاعك. طيب تعريف كلمة كوكيز، هي الحاجة اللي بتساعد البراوزر يفتكر انت مين. كمثال بسيط، لما بتدخل على الفيسبوك عندك مثلا وبتسجل اليوزر نيم والباسورد بتاعك مرة، وتيجي بعد كده تدخل تلاقي ان هو مسجل اوريدي اليوزر نيم والباسورد ده كده هوت. في اول مرة وانت بتسجل الحاجة اتسجلت على شكل كوكيز، فالكوكيز ديت هي الحاجة اللي بتساعد البراوزر يفتكرك مرة ثانية. في نوعين من الكوكيز، في حاجة اسمها first party cookie، ودي الداتا دي بتأكسس من خلال دومين واحد، وفي حاجة اسمها third party cookies ودي الداتا بتتأكسس by multiple domains أو أكتر من دومين. فجوجل أناليتكس هو بيشتغل على النوع الأولاني اللي هو first party cookie اللي هو الداتا بتتأكسس من خلال دومين واحد. طيب الفلترز، ودي هنشرحها مرة تانية، بس الفلترز هي الفكرة كلها ان هي بتلمت الداتا اللي بتظهر قدامك في جوجل اناليتكس. الفلتر بيتم في حاجتين، في مرحلة الكونفيجريشن ومرحلة البروسيسنج بيطبق فيها الفلتر بحيث ان انت في الاخر تشوف نتائج معينة. فانت عايز تكستمايز حاجة معينة او تكستمايز نتيجة معينة، فالفلتر هتساعدك ان انت تعمل الموضوع بالشكل ده. طيب عندنا بعض التعريفات التانية زي كلمة account. account هي فكرة ان كل شركة او business unit بيبقى ليها account بيتسجل عليه الداتا بتاعتها، فكل حساب انت بتعمله على جوجل analytics بيبقى account تقدر من خلاله تستخدم الموضوع بتاعك. كل account بيبقى تحتيه web property، هي فكرة ان domain او application انت عايز تتراكه، فكل دومين عندك بيبقى ويب بروبرتي تقدر تتراك تعملها تراكنج بشكل مختلف. وفي عندنا حاجة اسمها فيو، دي كان اسمها بروفايل زمان. الفيو هي specific way of looking at web property، هي طريقة عرض الداتا اللي انت بتشوفها من خلال الويب بروبرتي او الداتا اللي انت بتحددها من خلال الويب بروبرتي. طيب فاحنا كده عندنا 3 حاجات، عندنا account وعندنا web property وعندنا view، وهنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. طيب لما هنقول كلمة interface، هو الشكل اللي انت شايفه قدامك اللي فيه reporting و setting، ده معنى كلمة interface. طيب بالنسبة لل basic matrix اللي انت بتشوفها في Google Analytics interface، هتبقى حاجات بالشكل دوت زي session، البيج، new session، اليوزر، البيج فيو. دي البيزك ماتريكس اللي انت بتشوفها جوه جوجل اناليتكس. طيب تعريف كلمة session اللي كانت معروفة بكلمة visit، هي ان الشخص بيزور الويب سايت بتاعك او الابليكيشن بتاعك لمدة معينة، والافريج دوريشن سيشن هي فكرة ان هو بيزوره في خلال مدة قد ايه. يعني انا مثلا ممكن افتح صفحة اقعد عليها 5 دقايق، وبعد كده هو تتنقل لصفحة تانية اقعد 5 دقايق، فمتوسط الحاجة بتاعتي كده هوت او الوقت اللي انا قضيته على الويب سايت عندك حوالي 10 دقايق، فالسيشن بتتحسب في خلال 30 دقيقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما بتخش على ويب سايت هو بيحسب ان انت دخلت عليه كده انت فتحت سيشن. لو قعدت اكتر من 30 دقيقة او قعدت مثلا ربع ساعة وبعدين خرجت رحت ويب سايت تاني وبعدين رجعت له بعد نص ساعة، كده انت قعدت 2 سيشن. فانت شخص واحد بس قعدت 2 سيشن لان انت عديت اكتر من 30 دقيقة. النيو سيشن هي الحاجة اللي بتحصل لما جوجل اناليتكس يقرا الكوكيز لأول مرة. الجزء دوت ممكن يبقى فيه أكتر من احتمال تاني، ممكن الشخص مثلا يدخل من خلال الموبايل، ممكن الشخص يمسح الكوكيز بتاعته وتنزل عنده من جديد لأول مرة.
فالنيو سيشن هي كل مرة بيحصل فيها ان جوجل اناليتكس بتحط الكود بتاعها على البراوزر بتاع الشخص لأول مرة. الريتيرنينج سيشن دي معناها ان الشخص دخل قبل كده هوت على الويب سايت بتاعك ونزل عنده الكوكيز بتاعتك وبعدين دخل تاني، فانت هيبقى عندك ريتيرنينج سيشن او ريتيرنينج فيزيتور، دول الاشخاص اللي دخلوا قبل كده الويب سايت بتاعك ويزوروه مرة تانية. كلمة يوزر معناها الأشخاص اللي هو بيقرأ الجوجل، بتقرأ الكوكيز بتاعته بشكل يونيك بشكل منفرد في خلال مدة معينة انت بتحددها. فالموضوع انت بتقدر تعرف كام يوزر دخل الويب سايت بتاعك من خلال التعريف بتاع كلمة يوزر، هيقولك بالظبط كام واحد دخل الويب سايت بتاعك. بيج فيو هو عدد المرات اللي الصفحة حملت فيها وبعتت الداتا لجوجل، فلما نقول كلمة بيج فيو ده معناها عدد المرات اللي الصفحات أو صفحة معينة حملت فيها وبعتت الداتا لجوجل أناليتيك. سيشن ديوريشن زي ما قلنا هو الوقت ما بين إن أنت دخلت على الويب سايت لأول مرة على أول صفحة ودخلت قعدت لآخر صفحة خرجت منها، ده طبعا وزن 30 دقيقة. فانت السيشن بتتحسب انت دخلت على صفحة قعدت 5 دقايق، صفحة تانية قعدت 5 دقايق، صفحة تالتة قعدت 5 دقايق، فانت كده قعدت 15 دقيقة. فالموضوع ال average duration session هنا هوت حوالي 15 دقيقة، ده الوقت اللي انت قعدته في خلال الفترة دي. لو قعدت الوقت اكتر من 30 دقيقة زي ما قلنا هتتحسب سيشن جديدة. طيب كلمة bounce rate معناها ان الشخص دخل الويب سايت بتاعك وخرج من نفس الصفحة، فهو شاف صفحة واحدة بس، فلما نقول كلمة bounce rate ده معناها ان الشخص دخل الويب سايت بتاعك وخرج من صفحة واحدة. ده الرقم ده كل ما بيبقى عالي كل ما ده معناه ان الكاستمر مش مهتم قوي بالمحتوى بتاع الويب سايت بتاعك، فانت بتحاول تقلل فكرة bounce rate بحيث ما يبقاش عالي وتخلي الكاستمر يقعد اكتر من يقعد يتصفح أكتر من صفحة على الويب سايت بتاعك. طيب تعريف كلمة جولز هو الحاجة اللي بتقول لي بيها جوجل الهدف من الويب سايت بتاعك ايه، وهنتكلم عن ده بالتفصيل ازاي هتحدد الجولز على الويب سايت بتاعك وايه انواع الجولز وازاي هتعملها. الاي كوميرس هي الحاجة اللي بتقول لجوجل التراكنج بتاع ان انت لو عندك برودكت وبتبيعها اونلاين، فانت بتظبط السيتنج بتاعتك والكونفيجريشن بحيث ان انت تقول لجوجل ان انت بتبيع اونلاين وتقدر تتراك كل المبيعات اللي بتحصل معاك اونلاين. طيب خلونا ننهي الفيديو ده هنا هوت. احنا كده هوت شرحنا يعني ايه تعريفات الفكره بتاعه جوجل اناليتكس، وقلنا اهم التعريفات اللي احنا هنستخدمها باستمرار في الفيديوهات اللي جايه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقدم لكم جوجل اناليتكس نفسه وهنبتدي نتعرف عليه. لو عندكم اي سؤال بالنسبه للجزء اللي احنا اتكلمنا فيه يا ريت تكتبوه في كومنت وان شاء الله هجاوب عليه في الفيديوهات اللي جايه. شكرا واشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.